في سعي العمرة تمتعا بالحج، بدأنا من الصفا وسعينا من الشوط الأول حتى الشوط السادس وقصرنا عنده ظنا منا أنه السابع، ولكن اتضح لنا أنه السادس وليس السابع، فقمنا بالسعي شوطا واحدا وقصرنا بعده. هل علينا شيء؟ نعم، ما دام أكملتم السعي الحمد لله، ويكون قصكم الأول خطأ عن جهل فلا شيء فيه. ما دام قصيتم بعد السابع، بعد ما أكملتم السابع قصرتم من رؤوسكم، قد أديتم النسك، والقص الأول غلط وخطأ ليس فيه شيء.